الحجر ما نبطاري بلشت الحياة العملية معي من قبل حدود 20 سنة ما شاء الله تقريبا. هي أسست فيها شركة جاسم للتخليص الجمركي والشحن. بحكم أن رحنا شركة عائلية كانت في مجال الاستيراد والاستيراد البضائع وكذا، وكنت الشركة محتاجة مجموعة محتاجة شركة تدعمها مجال الشحن واللوجستيك والتخليص وكذا، وعلى هالأساس أسست شركة جاسم للتخليص والشحن. جميل. وبلشت بداياتي في الشحن والتخليص من سنة 2000 لليوم. تقريبا من سنة 2000 لليوم، وحاليا الشركة فيها تعداد موظفين حدود 200 موظف ما شاء الله. متنوع المجال، سيارات متوفرة عندها، مجال الشحن عندنا، مكاتب خارجية تابع للجروب اللي مو شركات، هاي شركات. عندي مكتب في عمان، عندي شركة في عمان، وعندي شركة في الهند، ميني مار، متنوع يعني. عندي مجموعة الشركات على مستوى دول الحمد لله، وتعتبر كشركة قطرية 100% ان يكون عندها مكاتب خارجية في هالمجال. نعتبر احنا من الشركات اللي انا اعتبر من الشركة الوحيدة اللي في قطر عندها اكثر من مكتب خارجي. واحنا اللي الخدمات اللي نقدمها، رحنا مثل ما نقدم جميع الخدمات اللوجستية حق العميل مالنا، من ناحية التخليص الجمركي، من ناحية شحن بضائعة من بلد الاستيراد، من أي دولة، في أي دولة محتاج نستورد لبضائع، متوفر عندنا كل الشركات وكل الايجنت مالنا وكل الخدمات رح نقدمها حق العميل. إنه اللي هو يقول لي أنا عندي هاي بضاعتي في أي دولة، ليه عند باب مخزنه، نقوم له احنا بكل الخدمات من باب البيت لباب البيت يعني كل الخدمات اللوجستيه من A to Z على هذه، نوفر حق العميل كل الخدمات. والشركه متوفره عندها اسطول السيارات، متوفره عندها المخازن اللي تخصها، متوفره عندها تيم التخليص الكبير، متوفره عندي تيم الشحن، كل الجو، كل المنافذ، واحنا شغالين على كل المنافذ، وكجو كبحر كبر، كل المنافذ عندنا. وتقريبا عندي ما يقارب فوق 20 مخلص جمركي عندي في مجال شركة الشحن أو الجروب الشحن. عندي ما يقارب فوق 25 موظف، نقليات عدد كبير، كل المعدات متوفرة حق خدمات اللوجستية. العميل يبي يتعامل مع شركة يكون في ثقة بينها، في مصداقية، في خدمة، في سعر. هو في الآخر العميل يشبه من الشركة، لأن في الآخر تقول لي بيني بينك عقد، بيقول لك بيني بين عقد. بس اليوم أنت وقت تلتزم معاه بكلمة وتكون مجالك أن أنت اليوم تمثل عميل، وهم أنت الطرف الثاني عندك جهة حكومية قاعدة تحاسبك، والعميل يبي بعد يبي مثل ما يستورد أي بضائع من أي دولة، يقول لك أنا أبي هالبضاعة توصل لي للمخازن من غير مشاكل.
أول شيء رحنا نشكر القيادة سمو الأمير الوالد الشيخ تميم بن حمد الله يطول بعمرهم اللي هم وفروا لنا أكثر المجالات وأكثر يعني مثل ما تقول التسهيلات حق القطاع الأعمار. رحنا نتكلم من ناحية الأمان، من ناحية الدعم للمستثمرين، من ناحية تسهيل الإجراءات، ورح نسميها من ناحية خلينا نقول الميناء مثل المطار، الإمكانيات اللي الدولة قاعدة توفرها والدعم الحكومي وبرز دولة قطر عالميا عن طريق كأس العالم، عن طريق البنية التحتية اللي توفرت الدولة خلال الفترة اللي طافت هذه سهلت إجراءاتنا رحنا كشركات واثبتت وجودنا، ان حاليا احنا قاعدين ناخذ مشاريع من دول لدول بسبب التسهيلات اللي احنا الدوله قاعده توفر لنا اياها. صحيح. يعني هاي نشكر عليها القياده تسهيل وايد اجراءات لنا. الحجر ما نبطاري